الناس تاخذ مني العبرة، ما بغيتش اللي يجرى ليا انا يجرى لواحد اخرى. لحقاش انايا تعذبت بزاف، ندمت اختي بزاف على الساعة اللي عرفت فيها دوك الناس والساعة اللي خدت فيها داك الدواء، ندمت عليها. حقاش ضيعت ليا حياتي، حياتي ضاعت، مبقاتش عندي الحياة، انا كنحس بحياتي ضاعت. لحقاش دابا انا كندخل تليفون كنشوف التليفون ولاو غير التحاميل، هاد الفني ديالها هاد الفني. السلام عليكم. السيدة بسبب اللحسة الحياة ديالها مشاش، السيدة كانت غير الأمنية ديالها تغلاض، ومع العلم أن الغلاضات كيكونوا مراداش، والغلط راه ماشي فورما. وهاد السيدة مشات سرات اللحسة، شافت شي عدد صحاب التيك توك، صحاب بانيو، وخلط ليا وعطي ليا الدمدومات والمراداش والأمياش. الناس اللي كياكلوا اللحسة هما واحد الناس، واحد البنات أمياش ما قاريتش. واش عمرك شفتي شي وحده لاباس عليها كتاكل اللحسة؟ واش عمرك شفتي شي وحده موديل او شي حاجه عندها فورمه غليظه؟ الغلظ راه مرض. الناس اللي ما عارفينش باش انك تكوني غاده غليظه وغاده يعني كيف مش تنقولوا مكبره الهردوسيه، كيسحب لك باللي بالعكس، اولا تشدي النعله، ثانيا عندك الامراض، ثالثا هاد اللحسه هادي كدير الله يسر. السيده دارت لها شاشه العظام، خرجت لها على الصحه ديالها، دمرت لها الحياه ديالها. وردوا بالكم ما تكونوش مكلخات وضحكوا عليكم، دع لك حقا بنينه زوينه، هادوك راه تيكونوا جنود الشيطان. ردوا بالكم وما تشيقوش. رساله واضحه، بارطاجيو هاد الفيديو باش نعشقوا بزاف ديال البنات اللي هما كيكونوا امياش. ان شاء الله.